BFM كلام القلب مع طارق الحناشي على BFM أحلى راديو. BFM أحلى راديو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا. هذا موعد جديد من كلام القلب من توا حتى لل11 متاع الليل. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. تجمو تابعونا كالعادة على شين يوتيوب BFM TV ولا الباش فيسبوك راديو BFM كلام القلب كالعادة من توا حتى لل11 متاع الليل. الكلمة تكون للقلب والعقل ياخو راحة نوعية زمنية لمدة ساعتين. نسمعوا حكاياتكم وتجربكم على الرقم 58-550-709 BFM كلام القلب. أين أنت يا من بعض اللحظات قد جمعتنا؟ فينك يلي بعض اللحظات بيني وبينك عديت معاك لحظات ما هيش مديدة، عشت معاك أوقات ما هيش طويلة، تعدينا بيامات ما هيش كتب طويلة، ولكن كانت مميزة، ولكنها كانت على غير الحاجات الأخرين اللي عشتهم، على غير اللحظات الأخرين اللي عشتهم. أنت رغم قصر المدة اللي عرفتها فيك، رغم قلة الفترة اللي عديناها مع بعضنا، إلا أنك بصمت في حياتي، خليت تراس وبصمة كبيرة برشا في حياتي. موضوعنا للحلقة الثانية على التوالي في كلام القلب، عرفت شخص لمدة قصيرة لم تدم طويلا، قد نتحدث على أيام أو أسابيع أو أشهر قليلة أو حتى ساعات، ورغم هالقلة متاع المدة إلا أنه هالشخص هذايا ما تنحاش من بالك، قعد راسخ في مخك في ذاكرتك وقد يكون زادة في قلبك. البارح في الجزء الأول من الحلقة أو من الموضوع فما شكون حكي لنا حكاية عندها 7 سنوات عرف امرأة 24 ساعة فقط لليوم وهو يلوج عليها، كانت مدة قصيرة. فما شكون حكينا على أسابيع، فما شكون حكينا على شهر، فما شكون مشي بينا لثلاثة شهور. المدة قصيرة حددها أنت اللي باش نسمع حكايتك. فقط يكون الموضوع عرفت شخص لمدة قصيرة لم تكن بطويلة المدى، ما كانتش طويلة برشا أما شنية قعدت راسخة في بالك. شاركنا حكايتك وتجربتك على الرقم 58-550-709 موصلين معاكم حتى للحداش متاع الليل في انتظار قصصكم اللي تحنوا بها إلى الماضي، وإلي كفوري يغني لنا بحن وراجعين معاكم بعد شوي.
يوم بسرعة عرفت شخص لمدة قصيرة ما كانتش طويلة. الفترة هذه ما امتدتش طويلا، يمكن أيام أو أسابيع أو أشهر قليلة، ولكن هالشخص ذي قعد معلم في بالك ما نسيتوش، وحكايته ما زالت موجودة في ذكرتك ما تعديتهاش بسهولة. إذا عشت تجربة مماثلة كلمنا على الرقم، غيرنا الرقم اليوم سبيسيال مو قبيل عطيتكم نمرو غلط. الرقم هو 31-380-ألف، 31-380-ألف هو الرقم اللي نستناو عليه حكاياتكم وتجربكم من توا حتى ال 11 متاع الليل على 31-380-ألف. فاصل ورجعين معاكم في كلام القلب بعد قليل. انتوما تسمعوا في كلام القلب مع طارق الحناشي على إيفام أحلى راديو. على إيفام أحلى راديو، رجعنا معكم في كلام القلب موصين حتى للحداش متاع الليل. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا، تجمو تابعونا كالعادة، نذكر عشان يوتيوب إيفام تي في ولا الباش فيسبوك راديو إيفام. واحدة واحدة في الكياسات، ربعينكم في خدمكم. موضوعنا لليوم في كلام القلب، الحلقة الثانية على التوالي وصلنا فيه، لأنه البارح ما خذيناش برشة تليفونات، يمكن لأنه طولنا في بعض الحكايات، فعودنا كررنا نفس الموضوع اللي هو عرفت شخص لمدة قصيرة مش طويلة برشة، أيامات أسابيع أشهر قليلة. شخص هذايا اللي عرفته قعد في بالك رغم المدة القصيرة هذيك، ما نسيتوش، ما تعداش مرور الكرام من حياتك، خلى مكانة وخلى بصمة مهمة في حياتك رغم رحيله السريع أو رغم نهاية الحكاية معاه سريعا. نستناو حكاياتكم وتجاربكم على الرقم 31-380-ألف، 31-380-ألف، واصلين معاكم حتى للحداش تعليل في كلام القلب. زياد برجي أنا وياك وراجعين بعد شوي. انتوما تسمعوا في كلام القلب مع طارق الحناشي على إيفام أحلى راديو. 9:25 دقيقة، رجعنا معكم في كلام القلب موصينا حتى للحداش متاع الليل. معنا زياد، أهلا وسهلا زياد. أهلا عسلامة سي طارق. أهلا وسهلا زياد، لاباس عليك؟ والله الحمد لله، عشك الحمد لله لاباس. وين أنت زياد توا؟ وين؟ والله أنا في تونس. أي وين قاعد، في الدار في الشارع؟ اي في الدار. حاسك متغطي خاطر تحت فراشية هكا. ليه ليه في الدار؟ في الدار. باهي، من تونس تكلم فينا؟ اي من تونس. من تونس. قداش العمر كان تسمح تقول لي؟ 36 سنة. موضوعنا اليوم زياد، عرفت شخص مدة قصيرة ماهيش طويلة، أما قعد في بالك الشخص هذايا، فمن أين تبدأ قصتك يا زياد؟ اي والله معني عرفته 2013 2013 اي 2013 وقتها انا معني بريد نتخرج. فهمت حلو. با معني سيكل انجينير. فهمت بي هكا معني تعرفت عليها صدف. فهمت كيفاش صدف؟ وقت عندي صاحبي معناها نعمل في نافات. فهمت ولاية أخرى معناها خارج جرانتيني خاطر نقرا في تونس. فهمت اي أقوى شوية الصوت لو تسمح زياد، أقوى شوي لو تسمح. اي يا ريتني ما قلت لك أقوى. كان باهي الصوت توا في سد شوي، تراك صح لي شويه وقرب لي الميكرو. وي هكا به اخر حاجه به هذيك. كنت روحت لي اخويا. فهمت به ساعات معني روحت شوي نقرا في صاحبي يعني هو في بيزي بتحكي. فهمت في يعني في فني ساعات مخرج. فهمت زياد ما نش نسمعو فيك. لا 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 هكا ما نش نسمعو فيك، ما نعرفش قرب الميكرو ولا نعاودو نتصلوا بيك هكا. ما تقريبا ما فهمنا كان انك تنافي، ما نعرفش الميكرو انت الجلسه متاعك، ما نعرفش الصوت ماهوش واضح هكا ولا. نزل معانا زياد، باهي نستناو زياد يرجع معانا بصوت بنوعيه صوت مخيل، لانه هكا الحقيقه لا احنا فهمنا لا المستمعين فهموا الحكايه. ننتظروا شويه
لعل زياد يرجع معنا سريعا بنوعية صوت بيها. وعنا توفيق لطون زياد يفقنا شوية من تحت البطانية. توفيق أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا توفيق، شو أحوالك؟ الحمد لله لاباس. أنت؟ الحمد لله. منين تكلم فينا سيدي؟ قيرواني. من القيروان؟ أي تحية لكل مستمعينا في القيروان. قداش العمر سي توفيق إن سمحت؟ 28 عام. 28 عام به. آه توفيق، موضوعنا سمعته؟ أي سمعته البارح والليلة. تجربة قصيرة ما دامتش كثيرا، أوقات ما هيش مديدة لكن تتذكرها لليوم، فما هي قصة توفيق؟ والله يا أخويا طارق الحكاية بيت ممكن 2017 كيكة تسنين أرضي. عندي صاحبي والله تعرفت عليه وقتها، كنت نخدم أنا شركة المنصف بيه غادي أمتني حلو يعني اسمه حسني. هو عاد كان الفترة ذيك هو يخدم فما الخبز ذاك، خبز تابونة صغير فهمتني، كان عنده بسكليت هكا جيتي في الخبز وقتها، كنت نخدم سندويتشات غادي هكا. وبشوية بشوية تعرفت عليه، تعرفنا على بعضنا هكا، ونويتت هكا فترة وبطل الخدمة فهمتني. ايه بطل الخدمة. اي بطل الخدمة هكا، وبقينا نتشكوا مع بعضنا هكا ديما في المدة هذيك وحدنا فهمتني. تتشكوا مع بعضكم؟ اي سونتر فيل ديما غادي. حلو باهي. هكا مشيت معاه مره ولا مرتين، هو اصله ماهوش تونسي، هو من مطمطه فهمتني، نعرف اسمه، نعرف اسمه هكاو فهمتني، حسني هكاو اللي نعرفوا عليه. لا لقب لا حد شيخ. ماي حسني حتى ديجا الفيسبوك نتاعو حسني هكاو مسميه حسني وكيري في باب جديد. اي في باب جديد هكاو. عدينا فتره مع بعضنا والله يا انسان تبارك الله عليه، هو عقد يرحم والديه، انسان طيب فهمتني. هكاو لين وقت فترة هو أخويا طارق طايح بوحدة لفعة هكا صاحب شوية، سمحني في العبارة. باهي نسامحك. هيك وعند ليلة الله محمد رسول الله الفترة هذيك هو بدات مشاكل معاها ولا شنو، وحكي لي هو تحب منه فلوس فهمتني؟ إي تشتري مسيطر عليه، مسيطر عليه برشا فهمتني؟ هيك بقينا كيكة مع بعضنا منكم شهرين شهرين ونص، لين آخر مرة وقت أنا مش نروح القروين صحيح فهمتني؟ إي من الفترة ذيك مشيت طليت عليه في الدار، هو مريض عملت طلع عليه نلقاه مريض وواحد فهمتني. هيك ومن بعد روحت هي صاحبته هذه عاملة رونفوا على تليفونه فهمتني، نطلبه بالتليفون فيسبوك تسكر، نطلبه بالتليفون تتعدى لي هي. اه تطلبه هو يجيك صاحبته. صحيح. سيطر على كل شيء كانت. اي حتى رجعت من بعد 3 سنين يبر لي، سالت عليه حتى في البلاصه اللي يسكن فيها في الحومه، خرج من غادي الخدمه ما عادش يخدم فيها الخدمه هيك فهمتني. شنو هي كانه هرب؟ لا والله لا مش هرب، ما نعرفش عليه شنو هي المشكله صارت له، شنو هو الكام نتاعو بالضبط فهمتني، السيتياسيون نتاعو ما نعرفش عليه. اختفى فجأة يعني. اختفى فجأة صحيح. قداش دامت الصحبه نتاعكم هذيك المستمره والتسكع كما قلت لندي؟ اي والله ممكن شهرين كيكة 3 شهور. هي 2017 الفترة. في الفترة هذيك علاش علاش اخترت انك يكون رفيقك والرفيق التسكع شخص جديد في الحياة متاعك؟ وين علاش مش واحد من الاصحاب القدم، حاجة من الماضي؟ انت بيدك حسيت كأنك تلوج على حاجة جديدة كي ما تعرفكش برشا وتعيش معها لحظات وي والله ممكن فريدة من الصديق. اي ممكن قد يكون، اما لكن مثلا ذاك سبحان الله حسيت وقع عقل ولي الضيف يرحم والديه فهمتني. هيك وبدات العلاقة، ودي ما يشكي لي من عارفه يعني، فاد من الخدمة وفاد من هيك، ولين نهار فهمني انا مش مبطل الخدمة ومش يبطل الخدمة، بطلنا وبقينا عدينا ايامات صعب مع بعضنا فهمتني. عدينا ايامات صعب مع بعضنا هيك. ومن وقتها ما عادش تعرف عليه حتى شيء. اي من وقتها ما عاد نعرف عليه، هو بقى في بالي، هو بقى في بالي، الانسان هذاك حبيته برشا الصراحه. شو اللي يخلي صديق يخمم في صديق رغم اللي تتعدى 6 سنين على اللحظات اللي كانت معاه؟ هل الصديقه توصل لهنا؟ يقولوا الحب يوصل، اما الصديقه تقول لك تنساه فيس. انت اليوم تاكد لنا حاجه مختلفه. ليه والله ممكن انا ما نشوف روحي هكا صاحب عشره
وبحكم الايامات الفتره هي فتره صعيبه تعدت علينا ايامات صعبه مع بعضنا فهمتني، بريود صعيبه تعديناها مع بعضنا فهمتني، ماناش يعني كل واحد وحده ماناش مع عائلته فهمتني. اي ايامات صعبه مع بعضنا هكا، وممكن حتى نفس الافكار كنا عندنا نفس نخمو كيف كيف فهمتني، في كل شيء تقريبا كل كيف نخمو كيف كيف فهمتني، نفس التوجه هيك عليك. لو يسمعنا صديقك هذا الذي رحل شنو تقول له في 10 ثواني نختمه؟ والله نقول له توحشتك برشا صديقي، وان شاء الله ربي يخلص وحلك من صحتك يا بيل. خلي ترجع لنا عادي. اي خلي ترجع لنا عادي ان شاء الله. شكرا لك توفيق اللي شاركتنا حكايتك وذكرياتك، وخاصة انها كانت في الصديقة، وهو شيء جميل جدا انه نسمعوه في كلام القلب. معنا سليم، يلا ناخذ تليفون اخر مباشرة. اهلا وسهلا سليم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سليم، شو احوالك؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. منين تكلم فينا؟ نكلم فيكم من المهدية. من المهدية، تحية لكم المستمعين في المهدية. قداش العمر سليم؟ 31. 31 سنة، ممتاز. موضوعنا اليوم سليم، عرفت شخص ما قعدتش الحكاية معاه مدة طويلة، ورغم هذا قعدت في بالك حكايتك معاه. فلنبدأ بسماع قصتك يا سليم. باهي. سليم، عمري 31 سنة. حلو. نخدم في شركة متاع إكسبور إمبور ونافي ما بين قطر وتونس. ممتاز ممتاز. عامل جو في قطر كي تمشي؟ أي صفا الحمد لله يا ربي. بون طولت نكرها خاطر الطفلة اللي كنت معاها كرهتني فيها البلاد هكا. أي الكوب دي موند أنت غادي ولا هوني؟ باي غادي. عارفين صار كيف صارت غادي. مشيت؟ أي مشيت أنا والطفل اللي كنت أنا وياها. حاسك مشيت لتروح أستراليا. لا لا ما مشيتش تروح أستراليا. أنا تروح مشيت تروح أستراليا وقتها ماشي تونس. مشيت تروح تونس وفرنسا. أيوه. مشيت تروح المغرب في الدمي فينال، ومشيت تروح للفينال. مشيت للفينال فرنسا والأرجنتين. باي. وتفرجت في الهاتريك وتفرجت في البلاس اللي فازت الكل. خلطت على شيل يا شيخ شيل. هاي هاي هاي. صح حول. لا علينا من لا علينا في الرياضة يعني. نرجع لخطيفة قلبك. به الحكاية وكيفاش عرفت على طفلة قعدت نحكي معها عام ونص. محلينا حضرت لها أوراقها ولات تمشي معايا وتجي وكل شيء، وولت فما حكاية وعرفتها على عائلتي وسيبان باش نخطبوا درشنية وكل. يا أخي في الأخر سامحني يا أخي في الأخر نسينا معناها في الكوب دي موند باش نتفرجوا مع بعضنا. حلو. باهي ما راعني إلا أنا هبطت باش نقابل أصحابي وكل شيء. يا أخي طلعت البيت وهي والميغاني نتاعها طلعتهم معايا كل على أساس هي الميغاني نتاعها. يا أخي طلعت الطفلة اللي معاها عندهم ديزوريونتاسيون سكسويال أخرين. تصدمت. دونك الطفلة اللي انت كنت حاببها ومعمل باش تاخذها طلعت عندها ميولات اخرى. اي دونك صدمة حياتك المشهد اللي خلطت عليه سيادتك. صدقني ما تحكمتش بروحي. ضربت الكف طول ونادم عليه الكف، فما كي ضربت الكف طول خرجت وما كملتش معناها. ما حبيتش نكمل نحكي معاها اكثر، وكل خاطر حاجة وجعتني على الاخر. وصلت نمشي للسيكياتر، وصلت ما عرفت نجم نرقد كان بالدوال يعطوني للسيكياتر وكل، و تعبت. هذا وانت في قطر؟ اي انا هذا في قطر. وبعد كي روحنا لتونس جاتني وصارحتني وتعمل لي سامحني ودرشنيه وكل ما القري عايشتها في العز. شيختها. حسبتها حاجه تبعتني حبيتها. الله غالب حبيتها. حبيتها سليم. انت كنت قتلك في يوم من الايام نحبك قبل ما تكتشف انت؟ اي قتلك يعني. هي اوكي معناها فما حب وبالرسمي معناها ما كذبتش في حبي وكل شيء، اما المشهد هذاك اللي ريته ما يتنحاش من مخي زي ما الحقيقه ما يتنحاش. كان مفزع بالنسبه ليك. كلمه مفزع شويه. صحيح. لان جد العبارات مفزع شويه تلك. حقيقة معناها كيفاش
كنت على اساس انها هبطت مع اصحابي وبعد ذاك نعرفها هي ياسر معناها تحب الشوكولا وكل شيء وجبت لها هكا طالع على اساس مش نفرح بها والميغامي نتاعها خاطر كويسك معناها انا ما حبيتش تجي معنا الميغامي نتاعها حبينا نعيش معناها حيا معناها حبينا الكوب دي موند نقعد انا وياها انتي مع بعضنا وكلها هي شادت صحيح في الميغامي نتاعها شادت ديما ديما حتى في 2021 2022 سامحني حضرت لها اوراقها ومشينا لاسبانيا وقتها عندي خدمه معايا وكل وين حضرت لها اوراقها وكل شيء يا اخي قالت لي ليه نطلعوا معنا هذه الطفله ودرا شنو حسيت بالرسمي عايشتها في العز عملت معها اللي يلزم وكنت معها راجل مريقل وكل في الاخر نوصل لك المشهد هذاك اللي ما عمري ما ننساه حتى عمري حتى اللي بسيكياتر نتاعي مش بسيكياتر ولا سنين اربعه بسيكياتر ويت أربعة كاملين. شنية كان الدواء متاعهم النفسي ليك الأربعة أطباء هذا؟ حقيقة كلام جيس دواء مش نرقد خاطر مش ننسى خاطر تضم من بعد المشهد هذاك سليم كي وقفت قدامك مرات أخرين نعرفش قديش وقفت قدامك من مرة بعد المشهد هذاك مرتين المرتين اللي وقفت فيهم قدامك بعد ذاك المشهد اللي ما لقيناش توصيف للي حسيت وانت فيه بأي نظرة واللي تغزر لها تغيرت حاجات الحب حسيته يتلاشى حتى في عينيك الحقيقة الحب تقلب كراهية خاطر هي قالت لي أنا ربي خلقني كيكة وما نبدلش ولازم ترضى بيا كيما هكا وعندي سنتيمون ليك و هي تقبلني هكا سينو كل واحد يمشي على روحه تعرف حاجه وبنوصف بها الجرأة في الاخر تعمل لي نعرف بيك وصحبتي تعيش معانا انه طلب اعجازي 2023 ونعرف التفتح والعولمة واللي تحب بنتي واي حاجه معناها هكا بدت الدنيا توصل الجرأة نتاع عبيد اللي كنت انت حاطهم فوق راسك واكثر من فوق راسك تنزلهم اصلا على عائلتك تنزلهم على اصحابك المقربين تنزلهم على كل شيء في الاخر معناها توصل هكا الحكايه معناها توصل الجرأة نتاعها تقول لي لازم اللي خذا يد اللي خذا صباع خذا يد كامله مش هكا اي المثل هذا نجم حتى نشهد لك اصحابي معنى نجم حتى نشهد لك اصحابي قد وظف المثل هذا في مكان خاطئ المره هذه نعم المثل هذا وظفته في مكان خاطئ هي وظفت نيتها وظفت قدراتها وظفت كل شيء في المكان الخاطئ مع العبد الخاطئ اخ مع العبد الخاطئ يا ربي تصنفها في خانه أكبر خطأ في حياتك؟ العبيد كل نغلط وراه والعبيد كل خطانا من الناس اليوم أنت معاه خلصة من دمت حق تعلمت منها تعلمت اللي برسمي لازمك ديما تخلي الثقة متاعك وما تعطيها لحتى حد حتى يكون يستاهل ليلة قول أنت الثقة مهما عطيتها خليها جزئية ما تستثيقش 100% كلمة يستثيق وتعطي الثقة ليه معناها ليه تعرف حاجة أخرى معناها الحقيقة هذه حتى صحابي ما في بالهمش بيهم وتوا يمكن مش يسمعوهم معناها في الراديو وكل وقتها في معناها في كيمشينا الكوب دي موند وكل نخلي فلوس نخبيهم خاطر ريتو عام ونص راهو مش شوية معناها ومش معناها عشنا دي سنتيمون وعشنا دي مومون وكل شيء تحب منتي في الاخر فلوس معناها نلقى فلوس مش موجودين زاده ما عرفتهم وين مشاو وقت اللي بعد ما صارت الحكايه وكل مشيتي وصاحبتها في فواياج يعني سامحني فكرت حاجه قالت لي دي لازم نقولها قلتي الكاو هذا الوقت باش نتكلم ونعطي في كل شيء غادرتني قالت لي كيما ربي انا خلقني كيكه لازم تقبلني ودرا شنيا فما ولادك كيكه فما بناتك كيكه فما عبيد متحوله جنسيا معناها حلت لي في مخي بيبان وعوالم جدد انا قلت شنو هذا وين وصلنا وشنو لي قوم لوط في الاخر
الو نسمع فيك سيم سليم، قاعد مخليك نخليك تكمل تعبر. الحقيقه ما كانت لي دو كونفرساسيون اللي صاروا بعد الحاله هذيك، بعد الحادثه هذيك، كونفرساسيون الاولى ضربت ساعتين ونص نحكيو، والكونفرساسيون الثانيه نص ساعه ساعه ماكسيموم، خاطر هكاك معناها وصلت مع انا اللي غاضني في هذا كله، كي اني حاسه تكذب عليا، معناها في الاخر طلعت عندها ميولات جنسيه مع عباد اخرين، حسيت روحك قتلي نقبلها نحسبها كعبد مقرب، كعبد صديقه قريب ليا وكل شيء، مش نبني له علاقات، نبني معاها علاقه ونبني معاها هكا مشاعر. وعرفتها على داركم وعلى اساس باش تكون بيناتكم حاجه رسميه؟ هو داركم ما سالوكش عليها بعد نهايه الحكايه ولا عرفني ريزو داركم؟ انت قلت لي عرفتها عليهم هكا ولا عرفتها على دارنا؟ الحقيقه نتاع ربي، كي قالوا لي علاش وصلت حكايتكم وكل، قلت لهم ما تفهمناش، معناها كاو كل واحد مشى على روحه، ولينا معناها لي ديفون تاعنا ولا يظهروا اكثر، عرفت؟ معناها حكيت لهم حكايه كيكه تو سامبلومون باش هما مستعد الحكايه، ما نقولش مستعد اليوم سليم انه يمكن بسردك القصة اليوم، وإذا قلت لنا اسمك الحقيقي، مستعد إنه العائلة يمكن يعرفوا توا السبب؟ مستعد تكون موجود قدامهم؟ أنا مادام وصلت راني حكيت في الراديو كل ساعة، عطيت أول حاجة اسمي وثاني حاجة كاو، معناها لازمني نواجه الحقيقة ولازمني كل شيء، باش الطب نتاعي قالوا لي سي بون، معناها فيق وعبر وخرج اللي في وسطك وخرج اللي في داخلك. رزن عليا الحمل ومعناها وحبت تحطني في دي سيتوياسيون، حبت تحطني معناها تركب لي في مخي اللي باش نجرب مع، قالت لي انا ربي خلقني كيكا ومعناها اللي تقبلني كيكا تعمل لي فم عباد تحب ولاد تحب ولاد وعباد متحاوله جنسين، علاش ما تجربش انت؟ علاش ما تجربش تعمل لي؟ وعلاش تاخذ صاحبتي وتعرف بيك وناخذ صاحبتي؟ حسين ودخلت فيا معناها دخلت فيا معمع، دخلت فيا ترى تعبت دخلت عليك افكار غريبه عليك، وافكار غريبه برشا، وحبت تدخل في مانيبيولاسيون، حبت تلعب لي باعصابي، حبت تلعب لي بافكاري معناها بالقواعد نتاعي واللي برانسيب نمش بيهم في الدنيا. اخر شيء سليم من بالرسمي شيء معناها وسط، حبت تاثر عليا فهمنا سليم الجانب اللي حبيتك اي فهمنا سليم، فهمنا شنو الشيء اللي حاب تأثر فيك عليه، خاصة في فكرك وفي تخمامك، وانت طبعا تحترم والآراء تحترم والمواقف تحترم، انك انت عندك عندك الفكرة متاعك، ساعات الواحد يحب يجبر شخص كما هي عملت معاك انه يولي يفكر بنفس الطريقة، ساعات الأفكار أفكار لا تجبر، أفكار تكون بالقناعة باللي عاشوا باللي شافوا بالرؤية بالمبادئ بكذا، مش باهي انه نجبر الناس ساعات على انهم يتبعوا اختيارات. انت مختلف بالضروره الاخر يكون مختلف كيفك، انا مش لازم تكون كيفي، خليك على روحك ومش لازم، وخاصه انه المغالطات كما صار معك انت في القصه هذه. اخر حاجه سليم نختمو، سامحني قصيت عليك، حتى الانتوراج نتاعها معناها، حتى الانتوراج، حتى العباد لولادك اللي اصحابها اللي يخرجوا مثلا، اللي ساعاتك تقول لي اجمين ديما نخرج انا مع اصحابك وكل ايجا اخرج مع اصحابي، معناها حتى ولادها، حتى الانتوراج نتاعها هكا تحس فما حاجه بيزار، تحس فما هكا فما تفاعلات وميوعة. فهمت سليم اللي صار، جوست فقط اخر حاجة نختموا بها، لو تسمعنا هي اليوم شنو تقولها في 10 ثواني؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. شكرا سليم اللي شاركتنا حكايتك وتجربتك اللي دامت لعام تقريبا وبعض الايام، كانت نهاية مفزعة، خاصة التغير اللي صار، وخاصة انه تكتشفها كحقيقة من بعد، ما تجيكش كمعلومة من الاول، معمل عليها كزوجة فتطلع هي عندها ميولات اخرى، ثم تحب تجبره على انه يوافق او يتماشى مع اختياراتها، وهذا صعب انه تقنع به شخص وهو لا يفكر ولا
يرى يعني أحقية لوجود بعض الأفكار الأخرى. موصلين معكم حتى لحدش متعليل في كلام القلب. شكرا لكم ناس كل يتابعوا فينا. موضوعنا موصلين فيه عرفت شخص لمدة قصيرة قد تكون أيام أسابيع أو بضعة أشهر، الحكاية مع الشخص ذايا ما نسيتهاش بسهولة وما زالت راسخة في بالك. إذا عشت تجربة مماثلة كلمنا على الرقم 31-380-ألف 31-380-ألف. فاصل وراجعين في كلام القلب. انتوما تسمعوا في كلام القلب مع طارق الحناشي على EFM أحلى راديو. 9:51 دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب، موصلين حتى للحداش متاع الليل. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. موصلين في موضوعنا لليوم، عرفت شخص فترة قصيرة أما بالرغم من هذا قعد في بالك وما نسيتوش الشخص هذايا رغم مرور مدة على غيابه، ولكن ما نسيتوش رغم أنه زادة تعديت فترة قصيرة فقط من الحكاية اللي عشتها. يلا نشوفوا شكون معانا. ألو، أهلا وسهلا. عسلامة. عسلامة. يلا نختاروا اسم نور الدين. أهلا وسهلا نور الدين. أيمن. أيمن مش نور الدين. أيمن. أيمن. به يلا أيمن اختاروا اسم مستعار. اسم مستعار. أيمن اسم مستعار. أيمن اسم مستعار. قالوا لي ما تحبش تقول على اسم. به أيمن منين تكلم فينا أيمن؟ ولا نخليه كل شيء مستعار؟ أي خليه كل شيء مستعار. باي تعطيني شيء العمر على الأقل. العمر 36. 36 سنة. باي أيمن موضوعنا اليوم عرفت شخص مدة قصيرة لكنك ما نسيتوش. يلا أسرد لي الحكاية من أين تبدأ؟ ما نسيتوش أنا عرفت مرتي ليتا ومرتي. نزلت مرتي ما بش نطلقه إن شاء الله. فهمتني؟ مرتك عرفتها في 2019. عرفتها جمعة بعد شهر تبنى الضيق. جمعة برك؟ اي جمعة. هي في نفس الحومة في نفس البلاصة اللي نسكنوا فيها مع بعضنا. انا الاوفيسيال ما عرفتها جمعة ما تحكينا جمعة. بعد شهر اختبنا وكتبنا الضيق. لله الله محمد رسول الله. بعد بقينا مع بعضنا صاروا برشا مشاكل برشا كذا فهمتني، ما نجمش نبعدوا خاطر الصديق هذاك مقربتنا وين تعلقت بها الحق نتاع ربي، كنت حبيتها الحق وما نعرف شنو اللي صار. الحق يلو عرسنا. اي عرسنا عدنا تو عام ونص، عام وستة شهور ان شاء الله. فهمتني؟ عدنا عندها تو ستة شهور معناتها روحت لدارهم وباش نطلقوا. علاش؟ ما تفهمنيش، ما نعرفش علاش هز روح ورا واحد ما نعرفش. عام وحيد كان كفيل انه يخليكم تقروا انكم ما تنجحوش ككوبل كثنائي. انا ما قررتش، هي قررت وحدها. باهي بالنسبه لك انت ايمن، بالنسبه لك انت حسب العام اللي تعدى ما بيناتكم لا تنجحان كثنائي تحت نفس السقف. ما نجمتش تخرج من الانتوراج اللي هي فيه. ما نجمتش. ايش تقصد؟ ما نجمش تخرج من الانتوراج ولا ما نجمش تخرج من عباءة العائلة؟ من عباءة العائلة. هكا تختلف خاطري. فهمت. هي نعيشوا بعاد العاصمة، أنا تو في العاصمة فهمتني، كي جات للعاصمة متأقلمتش فهمتني. عندها تعلق كبير بالمكان اللي كانت فيه وبعائلتها. عندها تعلق كبير وأثر فيها بشكل كبير معناتها في كيفاش تمشي كيفاش تعمل كيفاش تعمل كيفاش ما تعملش. وصلت اقترحت عليك أنه تنتقلوا للعيش في المكان تاع دار عائلتها؟ لا المكان هذاك مكان مسقط رأسي أنا زاد. مسقط رأسي أنا زاد. أما بحكم خدمتي في تونس معناتها ما نجمش. وقت اللي يصيروا مشاكل أيمن، وقت اللي يصيروا هكا حاجات يدخلوا يزعزعوا القصة من استقرار من عدم اطمئنان في المكان، شكون يتدخل هنا؟ يتدخل الحب. وينه الحب؟ ما قدرش الحب، مش ديما يقضي الحب فهمتني. سمعني الجمعة اللي بعدها عرفتها في جمعة وقررتوا تعرسوا، علاش؟ شو صار في الجمعة هذيك؟ والله ما نعرفش، أنا كنت واضح حكيت كل شيء، عطيت معناتها عنديش ما عنديش نجم نعمل ما نجمش نعمل. كنت صريح وممكن صراحتي هي اللي كارني استنيت شوي. أنت اللي تسرعت؟
أنا تسرعت. أنا تسرعت وركبت هيلها في مخها نقول، وإحنا ركبت هيلها في مخها وعشنا كل الشغف، كل الشغف متاع هي وفي ساعة في ساعة وحكاية بسجلها حكاية بسجلها تاريخ كيفاش عرسنا في جمعة أكيكا تاريخ وفهمتني وكتبنا صديق وفرحانين من بعد ما رزيق ما تخلي ما يخليكش معناتها حتى باش تجي تحسب معناتها تولي تحسب ولا في حسابات باش تطلق وانت مازلت مع الرستش فهمت تولي تحسب وتعطي شانس للتصليح عطيت شانس أكثر من اللازمة. ما عندكمش صغيرة؟ لا الحمد لله تقول والله ممكن الحمد لله ممكن لا ما تصورش الحمد لله فهمتني خطر أنا حبيتها وحبيت نجيب منها صغيرة. قضية الطلاق مرفوعة سيئة؟ مرفوعة مرفوعة. أنت ولا هي؟ أنا أنا إنشا؟ أنا لا للضرر. للضرر؟ ما هو الضرر؟ ترك البيت؟ ترك البيت ترك البيت ومحاولة تصلح هجر المنزل هو الضرر اللي بالنسبة ليك موجود. هجر المنزل موجود وأنا مشيت وسعيت والتو وحب نصلح ما فهمش حتى ريبونس ما فهمش حتى ما عاولنا حد ما عاولنا حد. الحكاية متاعك بنسبة قديش ماشية إلى النهاية؟ بنسبة بالله بنسبة 90% ماشية إلى النهاية. العشرة الأخرين علاش؟ تصورتك باش تقولي 100% علاش العشرة الأخرين مازال؟ العشرة الأخرين ما نعرفش ممكن لعل وعسى وكهو لعل وعسى مكتوب. سؤال ما نعرفش هل مازال قايم الذات في حكايتك ولا ما لازمني نسأله لك؟ أيه. تحبها؟ حبها مازلت نحبها. أها والله دونك سؤالي طلع قايم الذات تحبها بالحق مازلت تحبها والله نحبها والله نحبها الله غالب اكاو باش نبعد من حكايتك مازلت لنا دقيقة ايمن باش نسألك سؤال والله. شنو اللي فيها المرأة هذه خليك تحبها أكبر حاجة أهم حاجة أول حاجة تظهر في مخك عندها شخصيتها قوية برشا أي واضح ممكن هذا الزرها ما عندها قوة شخصيتها جلبك انك تحبها؟ اكيد اكيد حب مراكي كمان. هل في نفس الوقت العامل اللي خليك تحبها هو نفس العامل اللي كينه بش يخليكم تتفارقوا؟ ممكن ها آه شخصيتها اللي يظهر لي ما تطيحهاش هي ما تطيحهاش وفي الثنائي يقولوا وانتي ادرى مني انتي عرست وتعرف يقولوا باش تستمر حكاية بين زوز اي لازم فما شكون يطيح انا ممكن انا غلطت طيحت برشا مرات انت طيحت اكثر من لازم وهي ما طيح الجمله ولينا منش كيليبري ما فهمش هذاك اللي كيليبري ناقصنا في 10 ثواني اي من شنو تقول لها لو تسمع فين ان شاء الله ربي يهديها وترجع لدارها وكل شيء يتصلح فهمتني وتنجم تكون مرأة باهيه وام باهيه ونعيش احلى عيشه. شكرا لك ايمن لازمنا نقفلوا منبهين عليا ولا باش نسكر 59 دقيقه الساعه قبل الاخبار بعد شويه سبور في دقيقه مع مهدي العيادي قبل هذا الاخبار راجعين معكم في ساعتنا الثانيه قعدوا معنا على اي اف ام كلام القلب